السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب الصف الثالث. معكم أستاذة زينات من مدرسة أنس بن مالك الخاصة. درسنا اليوم بعنوان ما مقدار هذه القوة؟ في الدرس السابق تحدثنا عن تغيير الشكل وتعرفنا على أن القوة هي التي يمكنها أن تغير شكل الأشياء. تعرفنا أيضا أن هناك قوتان تجعلان الأشياء تتحرك في الدروس السابقة، وهما قوة الدفع والسحب. في هذا الدرس سنتعرف على مقدار القوة. ما مقدار هذه القوة التي تستخدمها لتغيير حركة الأشياء أو تغيير شكل الأشياء؟ هناك قوة صغيرة وقوة كبيرة. في هذه الصورة يسحب الطفل عربته. يسحب عربته باستخدام خيط مطاط. في هذه الصورة أيضا يسحب لعبة أخرى باستخدام أيضا خيط مطاط، ولكن خيط أطول من الخيط في الصورة الأولى. الصورة الثالثة يسحب أيضا لعبة أخرى وباستخدام حبل مطاط أطول. يسحب عمر ألعابه باستخدام المطاط. بعض الألعاب يسحبها بقوة أكبر. كيف يمكنك معرفة ذلك؟ أي لعبة باعتقادك ستحتاج إلى أكبر قوة؟ ماذا تعتقد؟ أي لعبة، الصورة الأولى أم الثانية أم الثالثة، ستحتاج إلى أكبر قوة؟ الصورة الأولى احتاجت إلى قوة صغيرة، لأن الخيط المطاط كان قصير وليس طويل، واللعبة خفيفة. في الصورة الثانية احتاج عمر إلى قوة أكبر قليلا من الصورة الأولى. لماذا؟ لأن الخيط كان أطول واللعبة كانت أكبر أيضا. في الصورة الثالثة احتاج أكبر قوة، أن الخيط الصورة الثالثة كان أكبر أطول من الأولى والثانية، وأيضا اللعبة كانت أكبر، لذا احتاج عمر أكبر قوة في الصورة الثالثة. في هذه الصورة الفتاة تسحب المسلقة الفارغة. ماذا تعتقد؟ ستحتاج إلى قوة صغيرة أم قوة كبيرة؟ تستخدم هذه الفتاة قوة صغيرة لسحب المسلقة الفارغة. في هذه الصورة ماذا سنحتاج؟ قوة صغيرة أم قوة كبيرة لسحب هذه الحافلة؟ نحتاج إلى قوة أكبر لسحب هذه الحافلة. في الصورة الأخيرة، صورة البركان، هذه الصورة لدى البركان الكثير من القوة. البركان يكون لديه قوة كثيرة، بحيث يمكنه تفجير صخور كبيرة عاليا في الهواء. فالقوة هنا ليست صغيرة، ولكن قوة كبيرة جدا جدا جدا. إذن هناك قوة صغيرة وقوة كبيرة. في هذا النشاط هو استقصاء مقدار القوة. أنت
طالب العزيز ستفعل هذا النشاط بالمنزل. ستحتاج إلى بالون وبعض الأشياء لتقوم بدفعها أو لتدفع عليها. ماذا ستفعل كما فعلت هذه الفتاة في الصورة؟ ادفع ببالون على أشياء مختلفة حتى تتحرك. ستحضر أشياء مختلفة ولتكن 5 أشياء، منها الخفيف ومنها الثقيل، واستخدم بالون حتى تقوم بدفع هذه الأشياء. ماذا ستلاحظ؟ كلما كبرت القوة التي تحتاجها إلى التحريك كان سحق البالون أقصر. ستلاحظ أن سحق البالون أقصر كلما كان الشيء الذي تدفعه يحتاج إلى قوة كبيرة. طالب العزيز، أنت ستقوم بهذا النشاط. اختر 5 أشياء وقم بدفعها ودون نتائجك في كل شيء استخدمته وفي كل شيء دفعته. ماذا احتاج هذا الشيء من قوة؟ قوة صغيرة، كبيرة، متوسطة؟ حل أسئلة كتاب التلميذ صفحة 35. السؤال الأول، رتب هذه القوة من القوة الأكبر إلى القوة الأصغر. حصان يسحب عربة، فتاة ترفع كتابا، قطار يسحب عربات، عصفور يلتقط ورقة شجر. في رأيك ما منهم سيحتاج إلى قوة أكبر؟ بالطبع أحسنتم، قطار يسحب عربات. أكبر قوة هو قطار يسحب عربات، يليها حصان يسحب عربة، تليها فتاة ترفع كتابا، وأخيرا هو أصغر قوة عصفور يلتقط ورقة شجرة. السؤال الثاني، مدت منى شريطا مطاطيا، هل هذه قوة سحب أم قوة دفع؟ نعم أحسنتم، قوة سحب. الواجب المنزلي، كتاب النشاط صفحة 23. كده انتهينا من درسنا اليوم. أتمنى لكل طلابي الأعزاء التوفيق الدائم.